اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة، مضيفا أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم أي أراضي أوكرانية لروسيا. وتعهد بايدن بأن تعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية وسريعة وحازمة ضد روسيا إذا ضمت أراضي أوكرانية. دخلت مناطق دونسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون في اليوم الثاني من عملية الاستفتاء على انضمامها إلى روسيا. من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تهديدات الاتحاد الأوروبي والغرب لن تمنع روسيا من تحقيق كافة أهدافها، موضحة أن الاستفتاءات تمنح الحقوق المشروعة لسكان هذه المناطق في تقرير مصيرهم. أعلن الجيش الأوكراني اليوم استعادة بلدة ياسكيفكا من القوة الروسية في مدينة دونسك شرقي البلاد، مضيفا أن استمرار القوة الأوكرانية في الهجوم المضاد في شرق البلاد سيتيح استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات مربعة في منطقة خاركيف المجاورة. قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن الولايات المتحدة تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بتايوان، مؤكدا خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة معارضة ووقف أي إجراءات تهدف إلى تحقيق استقلال الجزيرة من أجل حماية السلام في مضيق تايوان بشكل حقيقي. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه تحالف الدول الجزرية الصغيرة على هامش أعمال الدول 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر تدرك الخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بالدول الجزرية النامية نتيجة للتغيرات المناخية، مضيفة أن الرئاسة المصرية تطلع للعمل المشترك والتنسيق مع تلك الدول للخروج بالنتائج المأمولة حول موضوعات خسائر وأضرار تغير المناخ. شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في فعالية منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقالت المشاط إن تحقيق الأمن الغذائي بات يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الراهن نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تعد دولتان من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب في العالم، إلى جانب ذلك التغيرات المناخية التي تنعكس سلبا على قدرة الدول على الحفاظ على الأمن الغذائي. قررت وزارة الداخلية مدى فعالية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل. كما قامت الوزارة من خلال منظومة أمان بتجهيز وإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للأطفال بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأشد احتياجاً على مستوى الجمهورية، وهو ما قابله قاطنو تلك المناطق بترحاب كبير وتقدير لدور وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية.